بالنسبة للسفر في الكويت يعني هندسة، ايه اخباره؟ الكويت الفترة اللي جاية هي يعني من ساعة يعني دخول مشاكل حصل بين العراق والكويت يعني الاثنين اخوة، يعني ما فيش مشاريع بالحاجات الضخمة اللي بتحصل في الامارات وقطر، غير في كم مشروع كده بس. الايام الجاية ديت في كم مشروع حلوين جدا هتعملوا، في مطار، في مستشفيات، في حاجات كتير جدا الفترة الجاية. يعني الكويت هترجع تاني قوية جدا، يعني كان زمان قوية جدا وفيها مشاريع كبيرة ضخمة، فهترجع كده ان شاء الله الفترة الجاية ديت. بيبقى حاسس التخرج، كل الشركات بتبقى حاسس التخرج، تمام؟ حاول وانت حاسس التخرج تشتغل في اي مكان حتى لو بمرتب قليل شوية، بس مجرد تاخد خبرة، لان الخبرة دي هتفيدك في السي في. يعني انا اول شغلانه اشتغلتها في المجال بتاعي، قبل كده اشتغلت حاجات كتيره في الاي تي والكمبيوتر والحاجات ديت. ومره كنت واحد قال لي تعالى اشتغل معايا في شركه، ورحت معاه الشغل مطلوب مني جيمز بس رحت سايب الشركه ومشيت. هو مطلوب منك ان انت تتعلم العاب بحيث انت قاعد في كافينيت، وكنت لسه بدرس يعني، فانا ما بحبش الالعاب فرفضت حاجه، انا بدور على الحاجه الخاصه بالبرمجه. فالمهم يعني اول شركة اشتغلتها قال لي هتنزل تدريب فترة كده بدون مقابل، كان في متوسط 3 شهور، وكان في مشاكل كتيرة بس استحملت لمجرد ان انا ابدأ. كان فرص العمل قليلة وانا عايز ابدأ، مش عايز اقعد ادور. قلت اخد خبرة شهر شهرين ثلاثة بحيث ان السي في بتاعه يبقى قوي. وقال لي طب ما عندناش كمبيوتر، صدق خلاص بقى تعالى بعدين. قلت له انا هجيب الكمبيوتر بتاعي معايا، فجبت الكمبيوتر بتاعي معايا من البيت واشتغلت عليه في الشركه الفتره اتضربت، وكان الحمد لله كان كويس. فالناس كلها كانت بتقعد 3 شهور 4 شهور، انا قبل ما الشهر يخلص دخلت اسابيع، قال لي لا انت كويس ابدا شغل وبتاع، تمام. فهي الفكره كلها كانت الشركه اللي انا عايزها كانت يعني مش عايز تعيين وعايز يقرفني، بس انا كنت مصر ان انا ابدا الخطوه بحيث ان انا ادخل في المجال. واتمنى يعني الناس تبدا على مرتب كويس على شغل كويس وما تضطروش يعملوا الحاجه ديت. هو ليه شركات كتير في قطر مش بتدفع وبتاخر المستخلصات؟ انا موجود بقطر من 2015 وقبلت وانا نفسي واتنصب عليا، ده شائع جدا هنا في قطر. بص ده فضل، انا ما اتعرضش كده في قطر، تمام؟ ويعني مفيش دولة في العالم بتخلو من المشاكل ديت، ومفيش دولة في العالم غير لما تلاقي فيها الكويس والوحش. ممكن يكون حظك وقع مع شركات الوحشة، بس لما تحصل حاجة بتروح للجهات القضائية، ولو انت عندك حق هتاخده على طول ان شاء الله. يا هندسة خلاص قطر باظت بالطه، ماشي. المهم يعني مفيش حاجة اسمها دولة باظة، الحاجة المشاريع كلها شغالة وزي الفل، واحنا شغالين اهوت وشغالين في شركات. انا سبت الشركه اللي انا فيها في كام يوم اللي فاتوا، وجالي عروض كتيره جدا في كذا شركه، ويمكن في مشروع مثلا معين كذا شركه شغاله فيه كلهم اتصلوا بيا، فالوضع موجود والشركه شغاله والامور زي الفل، تمام. وانا موجود هناك، مش الاعلام، انا كل شويه في الاعلام بسمع انفجارات وانا قاعد في قلب الشارع نفسه بشرب شاي وما فيش حاجه بتحصل. فالاعلانات الاعلام اللي موجود ده يعني ما تصدقوش، وارجع للحاجات القديمه هتلاقي عملوا حاجات كتير ما بتحصلش يعني. لا البلد شغاله وفي مشاريع كتير شغاله والامارات شغاله، ويعني في يعني ارمي السياسه على جنب وهتلاقي الامور كلها شغاله وزي الفل. في فيز مصريين حاليا في قطر ولا اتقفلت من ساعه الازمه؟ معمول لها هولد، والموضوع ده بيحصل كل فتره. يعني هو كل فتره مثلا بيلاقي ان في زياده معينه في جنسيه معينه فبيتعمل لها هولد، طبعا بسبب المشاكل اللي حصلت والحالات السياسيه وكده معمول لها هولد، الا لو في مشروع مهم ممكن ساعتها تطلع فيز خاصه بيه. يعني مثلا لو في مشروع مثلا خاص مثلا بالمترو، مشروع كبير ومحتاجين حد معين فبيتعمل له استثناء. ايه المهلات المطلوبة عشان اقدر اسافر دلوقتي وانافس؟ انا مهندس تصميم انشائي. بص يا فاضل، مطلوب بالانجليزي كويس جدا، مطلوب الادارة المشروعات، مطلوب مثلا تبقى عارف بيم، ممكن تصميم انشائي لو انت في الستيل تبقى تعرف تكلة، الحاجات دي بيقاس فيه. حاول تقرا الاعلانات وتشوف هم طالبين ايه، بتكرر وتحطها.
هي المشاريع الخاصة بكأس العالم 2022 محسن ملاحس وليه ولا طالبين مهندسين. هي المشاريع دريفت وقفت. لا المشاريع دي شغالة وانا بعد عليها وشغالة وكل حاجة ويعني في كذا مشروع يعني احتكيت بيه وشفت الملفات بتاعته. وبالعكس مشكلتها انها مضغوطة في الوقت يعني مطلوب انها تسلم قريب يعني ان شاء الله تمام يعني المفروض انها تخلص السنة دي او السنة الجاية. حاجات الاستادات كلها تقريبا شغالين فيها على قدم وساق. المترو اللي هيوصل من الحاجات دي كلها شغال الحمد لله. انا ما فهمش حاجه في الكوره بس اتمنى اي دوله عربيه تستضيف الحاجات ديت واتمنى يبقى في سيطره على المشاريع ديت. رواتب في مجال البيم في دول الخليج مهندس مبتدئ معاه شهادات مصدقه من اوتوديسك كم ممكن توصل وبتنصح بيبلش مهندس حديث التخرج فيها؟ يعني ما بتختلف من شخص لشخص بس هو ممكن لو هو حديث التخرج ممكن طبعا كل واحد بيبقى ليه رقم وواحد يشوف ده قليل ده كتير بس اعتقد يعني 10,000 ريال كويس تمام. انا مهندس معماري لو عاوز اطلع بره مطلوب يبقى معايا ايه؟ مطلوب معك هندسه معماريه ومطلوب معك انجليزي. لو الليد بيبقى مطلوب في شركات كتير جدا شغاله بالليد كويس تمام في الخليج. في دول كتيره في شركات كتيره شغاله بليد كويس وقطر هنا شغالين مثلا بحاجه اسمها جي سيس. فما بقولش ان الشركات مش شغاله بيه بس في بعض الشركات بيبقى مجرد انها بتقدم بمنصات وخلاص. طيب تعال نبص بصه كده على موضوع المرتب. لو ما تفرحش جدا المرتب ما تحولوش لمصري قبل ما تشوف انت هتستفاد ايه تمام. يعني ممكن مثلا انا جاي لي 10,000 ريال ده مصري ممكن تضرب في 4 مبلغ كبير. لا انت ممكن تروح هناك وتصرف وتلاقي نفسك ما تحولش. يعني اعرف ناس مثلا خلينا انا يعني اعرف ناس قعدت 10 سنين في الامارات مثلا او قطر او ايا كان وما حوش حاجه خالص تمام. بيخش بقى ماركات كبيره وحاجات زي كده. لا انت حاول توزن يعني عيش حياتك لان انت ما تعرفش هل هترجع بلدك ولا لا او هترجع مصر ممكن يعني لا قدر الله تحصل حاجه فتبقى قاعد تخنق نفسك والفلوس دي حتى نستنفع بيها. لا عيش عيش حلوه ما تقعدش تزنق نفسك وفي نفس الوقت ما تصرفش كل فلوس تمام. متوسط السكن لو انت مثلا لوحدك وعايز اوضه وحمام هتخش لها في حدود مثلا 1800 2000 ريال. لو انت معك العيله بتاعتك ممكن تخش لها متوسط. انا الشقه بتاعتي دي اوضتين وصاله ب 4500 ريال تمام او درهم لو انت بتفكر في الامارات. واحسن دول تسافر لها واهلها بيعاملوا الغرب معامله كويسه عندك الامارات وقطر وعمان والبحرين. دي افضل بلاد ما بتحسش ان انت غريب او درجة تانية. الاكل والشرب المتوسط بتاع الاكل والشرب ممكن مثلا 2500-300 ريال لو احنا بنتكلم على عيلة. لو انت لوحدك بقى ممكن تبقى 1500 مثلا. ممكن لو انت بتشرب سجاير بطل سجاير مش هحسبها لك. المدارس في مدارس مصرية بتبقى رخيصة وفي حاجات بتبقى غالية ممكن توصل لمئة ألف ريال في السنة وممكن في أكبر من كده. الملابس في ملابس بتبقى سعرها رخيص جدا تمام وفي حاجات بتبقى ماركات أنا معرفهاش معلش أنا في الموضوع الماركات دي بتبقى غالية جدا. التأمين الصحي حاول يبقى ليك تأمين صحي أول ما تروح. وفي حاجات حكومية بيبقى الشرب بتاعها حاجة رمزية 100 ريال في السنة في حاجة لا تذكر يعني.